مش طبيعي اثنين موفر للطالب الجامعي كل احتياجات اللي هو بيحتاجها، سواء كانت خدمات انترنت او مكالمات او مكالمات على الشبكات الاخرى او مسجات. الباكج موفر كل الشغلات هاي مجانا لاحتياجات الطالب الجامعي. بالنسبة لموضوع زين عم تسيح فرصة للشباب انها يكونوا ضمن الفعاليات اللي بعملوها في الجامعات الأردنية، هاي الفرصة كثير مناسبة للشباب عشان يستفادوا من الخبرات اللي عم بتيحها للشباب، سواء كان في مجال دراستهم او مجال بعد التخرج من الجامعة. انا هلا اشتريت مش طبيعي اثنين، مش طبيعي اثنين وفر لي داية على شبكة زين وعلى الشبكات الثانية والمسجات والون جيجا انترنت. هذا الطالب، هذا الخط اللي بيحتاجه الطالب الجامعي. تمام، هلا انا اشتريت الخط، حكوا لي روح اسحب، سحبت طلع لي بطاقة 3، وممكن كمان في اختيارات ثانية، يمكن كان يطلع لي بطاقة 5، بطاقة دينار، بطاقة 1 جيجا انترنت او هدية من زين. مرحبا، انا حابة احكي عن زين مش طبيعي. زين الشباب اليوم اجوا عندنا على جامعة البتراء، عملوا لنا اشي كثير حلو، مسابقات بكاندي كراش وعروض كثير حلوة لخط مش طبيعي 2. هلا بالنسبة لخط مش طبيعي 2، خط مش طبيعي 2 كثير اشي منيح، عملي جدا، بيساعدك بكثير اشياء مثل الدقائق بتكفي كثير، والجيجا الانترنت كثير مفيدة يعني ما بتخلى بسرعة. مرحبا، اسمي حنين خطيب، طالبة بجامعة البتراء. بحب أشكر زين شباب على الفعاليات اللي عملوها بهاليومين. عملوا لنا بوث لكاندي كراش، لعبنا ألعاب كتير، فزنا بجوائز كبيرة، ومبارح شريت خط مش طبيعي 2، من أكثر الخطوط اللي ممكن تناسبنا كشباب كطلاب بالجامعة بسبب الدقائق المجانية، بسبب الجيجا الإنترنت الفري. نحن زين الشباب طلع من شركة زين، نحب نعطي فرصة شباب الجامعات وصبايا الجامعات يشتغلوا to develop yourself، تطور حالك وتاخذ شوية مصاري كمان من تحت. فكرة من عندنا انك تيجي عندنا نعمل مقابلة، إذا قبلت تدخل معنا زين الشباب، تقدر تصير تطلع معنا على زين زي هاي، لأنه هون احنا هلا عم نلف من 2-10 عم نلف كل جامعات، تاخذ فرصة تشتغل جوا الشركة كيف. إذا جاء قسم الماركتينج صار يمكن محتاجين حدا شاب أو صبية يشتغل معنا أسبوعين زمن أو يومين زمن أو ممكن يروح واحد من عندنا ويشتغل يساعد، وتاخذ فرصة جوا الشركة تشوف كيف طبيعة الشغل المؤسسي، تاخذ فرصة تشتغل برا، تاخذ فرصة تشتغل مبيعات، تاخذ ستوب تصير تقدر تبيع مبيعات، تاخذ عليها كوميشن، كل شيء تحاسب عليه وتاخذ عليه المصاري، بس الهدف الرئيسي تبعنا مش المصاري، أعطيك فرصة فكرة تدريبية تطويرية، تاخذ خبرة، شوف كيف الوضع عشان ما تتفاجأ لما تروح تشتغل. اليوم أنا ومجموعة من الشباب في الجامعة شاركنا من خلال زين الشباب بورشة عمل تدريبية، هم حكوا لنا عنها وإحنا شاركنا فيها. أنا اليوم أحضرت ورشة تدريبية من زين الشباب عملتها في الجامعة، إنه لما يجوا أعطونا فيها عن مهارات القيادة والسوفت سكيلز، تعلمنا فيها أشياء كثيرة، منها إنه كيف الحياة بدها توجيه وأنه كيف القيادة لها دور كبير في أنها تغير مسار حياتك، ولعبنا ألعاب واستفدنا منها. واحدة من الألعاب اللي لعبناها أنه نعمل برج الثبات بحيث نشوف بأسرع وقت ممكن بأقل عدد ممكن بلالين ونعمل برج ثابت ونطوره أنه يظل ثابت ونجمع نقاط ونفوز فيه.